اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حكايه ايه. اول حكايه النهارده عندنا كانت سالت عن اسئله كتير عن الحلل والاواني اللي العروسه تستعملها او العروسه وهي بتجهز تشتريها. عشان كده انا عايزه اديكم تلخيص سريع لانواع الحلل واستخداماتها او انواع الاواني، مش بس الحلل، سواء حلل طاسات صواني. هنبتدي باول حاجه موجوده في كل البيوت خصوصا البيوت القديمه اللي هي الالومنيوم. الالومنيوم معدن رخيص، عشان كده اسعار الحلل فيه بتبقى رخيصه. معدن رخيص بس فيه مساوئ كتير، مع ان هو موصل جيد للحراره، يعني الحراره بتبقى فيه الحاجه بتستوي بسرعه، بيبقى توزيع الحراره فيه كويس جدا. مشكله الالومنيوم ان هو بينزل في الاكل، كمان المسامات بتاعته بالحراره لما بنحطه على النار بتوسع، فالفراغات اللي بيبقى بينها دي بيخش فيها اكل. بعد كده اشيل الحله من على النار وما استعملهاش، المسام بتقفل على بواقي الاكل اللي في اللي موجود فيها. ارجع استعمل الاناء تاني، المسام بتوسع من جديد، الاقي بواقي الاكل طلعت في الاكل الجديد مع ماده الالومنيوم. الالومنيوم زي اي معدن تاني بيتركز على العظم، فبيعمل لي هشاشه عظام، دي اول حاجه. تاني حاجه بتركز على مركز الذاكره في المخ، فلقوا ان الالومنيوم من اكتر اسباب الالزهايمر. الالزهايمر بيجي من اسبابه الالومنيوم، علشان كده احنا بنقول الزيوت المهدرجه والحاجات المهدرجه بتعمل الزهايمر. ليه؟ لان هي بتطبخ او بتتحول بالهيدروجين في انيه من الالومنيوم، لازم الاواني اللي تتهدرج فيها تبقى الالومنيوم. مشكله الالومنيوم زي ما قلنا ان هو بيخزن الاكل فيه، علشان كده الالومنيوم القديم بتلاقي فيه نقر سودا، ده المسامات بتاعته بتوسع وبتتاكل من كتر الاكل اللي بينزل فيها. الحل في ايه؟ دلوقتي في حاجه اسمها الومنيوم مجلفن، بيبقى مطلي بحاجه تمنع ان هو ينزل في الاكل، عشان كده ما بيلزقش، علشان كده بيبقى شبه اواني التيفال او الجرانيت، ما بيلزقش. فالالومنيوم المجلفن هو الحل لاستعمال الالومنيوم، هيبقى ارخص من الحاجات التانيه وفي نفس الوقت هيحميني. طبقه الجلفنه دي والطبقه اللي محطوطه عليه هيحميني من ان الاكل يتفاعل في جسمي. دي اول حاجه. اجي تاني حاجه للاستانلس. ده معدن وده معدن. الاستانلس مش معدن موجود في الطبيعه، ده خليط من عده معادن. زي خلطه كده بيعملوها وبيطلعوا منه الاستانلس. استانلس يعني غير قابل للصدأ. ما بيتفاعلش، ما فيش في فراغات، هو سيلد تماما، ما فيش فراغات بتنزل في الاكل. وموصل جيد للحراره بس ما بيوزعهاش صح. يعني ايه؟ يعني انا لو هعمل اكل ممكن الاكل يشد في حته وحته تانيه لا. الالومنيوم بيوزع الحراره صح، الاستانلس لا، علشان كده لازم اكون حذره جدا وانا بستعمل الاستانلس. بمعنى الاستانلس بيعيش سنين، يعني دي ميزه من مميزات الاستانلس، وعشان كده انا بستعمل حلل الاستانلس كتير وبحبها. بتستحمل الحراره، بتستحمل حراره عاليه ما بتبصي، بس اهم حاجه فيها ان القاعده بتاعتها تبقى تخينه. القاعدة لما بتبقى سميكة بتوزع لي حرارة أفضل كتير ما تبقى القاعدة رفيعة. وما يبقاش هو خفيف كمان، علشان تبقى السميكة اللي مصنوعة منها مادة الاستانلس قيمة وبتمنع إن الحاجة تتحرق، تكون متوزعة صح. الاستانلس بيستمر في توصيل الحرارة حتى بعد النار ما بتتقفل عليه. بمعنى لو أنا هطبخ فيه رز أو هطبخ فيه محشي أو حاجة أخاف إنها تشيط، قبل ما تستوي تماما بخمس دقايق بطفي عليها واسيبها متغطيه، هتلاقي انها كملت سواها من غير ما تلزق، لان هو بيستمر في توصيل الحراره فتره بعد ما اطفي عليها. خلاص، يبقى الاستانلس دي حاجه كويسه لو انا عرفت ازاي اتعامل معاها في الطبخ. معليش النار جامد علشان الاكل اللي بيشيط، لو الاكل فيه سوائل مفيش مشكله. اخد بالي من الطبخ، الاستانلس حلو اقدر اشتريه وبيعيش معايا سنين وسنين. هاجي بقى للحاجات اللي ما بتلزقش. احنا دايما بنقول الاكل الصحي بيطبخ في انيه لا ما تلتزقش عشان ما استعملش دهون كتير. عندي هنا ثلاث حاجات ما بتلزقش: تيفال، سيراميك، جرانيت. هنتكلم عن كل نوع فيهم. التيفال طول ما هي جديده ومش مخدوشه حلوه زي الفل، ما فيهاش اي مشكله. الماده دي ماده بتروليه، ماده التفلون اللي على الحله او الطاسه التيفال دي ماده بتروليه. خدشها الخدش اللي فيها بيطلع لي الالومنيوم اللي تحت الماده. التيفال
ما بتفاعلش مع الاكل غير لما يقدم، يعني الحاله لما تقدم، حتى لو هي مخدوشه بتبتدي المواد البتروليه دي تتفاعل مع الاكل، علشان كده التفاعل طول ما هي جديده او اول سنه بتبقى حلوه زي الفل، بعد كده بتقدم لا يحبذ استعمالها. اجي للسيراميك. السيراميك ماده طبيعيه مش زي التفلون ماده بتروليه، برضو صعب قوي خدشها، يعني التيفال لازم استعمل معالق خشب او معالق سيليكون علشان ما بوظهاش. السيراميك بتستحمل اكتر شويه. السيراميك عنده مشكلتين، اولا النار لو عاليه عليه ممكن يطقطق، بمعنى ان السيراميك تلاقيه بقى كده. في انواع من السيراميك بتستحمل، هي انواع قليله، نوع او نوعين، طبعا مش هينفع اقول انواع، لكن ممكن نبقى نقولها بعد كده هو على الفيسبوك. في انواع من السيراميك بتستحمل بس دي قليله، الاغلبيه ما بيستحملش النار العاليه، فيفضل استعماله على بوتاجاز كهرباء، يعني يفضل السيراميك مع البوتاجاز الكهرباء. البوتاجاز النار الغاز ده بيبقى مشكله في السيراميك، النار عاليه بتخليه يطقطق ويلزق بعد كده، فناخد بالنا برده من النقطه دي. اجي للجرانيت. الجرانيت اقوى الانواع لانه بيستحمل، ما بيتخدش، يعني مش لازم استعمل معالق خشب، ماده طبيعيه زيه زي السيراميك بس بيستحمل النار العاليه، يعني ينفع استعمله على البوتاجاز العادي، ممكن استعمله على الكهرباء، ما فيش عندي مشكله في اي بوتاجاز. بس في نقطه واحده لازم اخد بالي منها وانا بشتري الجرانيت، سوري، ان هو يكون خالي من الرصاص، علشان الجرانيت انواع كتير منه بيبقى فيها رصاص، حتى الجرانيت اللي بنستعمله في المطابخ انواع كتير منها بيبقى فيها رصاص، ودي بتعمل مشاكل على اللونج ران، بتعملها كتير. لازم الجرانيت يبقى مكتوب عليه خالي من الرصاص عشان اشتريه. يبقى انا اعمل ايه؟ اشتري ايه وانا بجهز بنتي؟ الالومنيوم لو عندي انا مضطره استعمله، بس هعمل ايه؟ هحط في الصينيه مثلا ورقه زبده، حاجه تعزل لي ان بواقي الالومنيوم تنزل في الاكل. ممكن لو انا عامله محشي مثلا فيه اعمل ورق الكرومب افرده فيه علشان يمنع الالومنيوم يوصل لي الاكل، يعني احاول افرد فيه حاجه اغطيه زي ما قلنا بورق زبده. ده هيبقى سهل في الفرن اكتر من الحلل. الحلل طبعا صعب قوي ان انا افرش فيها ورق زبده، بس احاول قدر الامكان اني استعمل الالومنيوم في اضيق الحدود، الا لو كان مطلي او مجلفن، ده هيبقى استعماله سهل جدا، بس احافظ عليه من المواد يعني زي السلك او الحاجات اللي تجرحه، لان هو برده زي التيفال ممكن يتجرح. يبقى انا استعمل الالومنيوم الجلفن، استعمل ستانلس، معليش النار قوي لو انا لسه مبتدئه بعمل رز، بعمل محشي، بعمل حاجات ممكن تشيط، السوائل مفيش مشكله. الحل كمان مع الستانلس ان انا اقلب، يعني مثلا بحمر بصله او خضار او اي حاجه، اللي هو التحمير الشالو، مش تحمير عميق، اقلب كتير وانا بستعمله على النار الالومنيوم، سوري الستانلس، اقلب الاكل كتير وانا بستعمله على نار عاليه علشان ما يشطش مني، خصوصا لو انا مبتدئه. التيفال استعمله طول ما هو جديد، اشتريه حلو قوي، لكن بالوقت لو قدم معايا او اتجرح معايا ده استعماله مش هيبقى كويس. السيراميك اخد بالي يا اما استعمله على بوتاجاز كهرباء او معليش النار عليه قوي علشان يعيش معايا. الجرانيت حلو زي الفل، المشكله الوحيده اللي ممكن تقابلني في الجرانيت هي ان هو يبقى خالي من الرصاص، لازم اخد بالي ان هو مكتوب عليه خالي من الرصاص عشان اقدر استعمله والدنيا تبقى سيف. في حاجات تانية استعمالها مش كتير زي الحديد، الحديد غالي جدا، بس وفي نفس الوقت هو الناس اللي عندها انيميا حلل الحديد بتبقى كويسة بالنسبة لها، لان زي ما الالومنيوم بينزل في الاكل الحديد بينزل في الاكل، فالحديد هيزود لي الهيموجلوبين، بس الناس المدخنة بيبقى عندها الهيموجلوبين عالي، خدوا بالكم من النقطة دي، فكتر الحديد بالنسبة لها غلط. يعني الناس بتدخن كتير ما ينفعش مثلا ياخدوا عسل اسود كتير علشان الهيموجلوبين بيعلى عندهم زيادة عن الطبيعي، ناخد بالنا من النقطة دي، فالحلل الحديد بتزود الهيموجلوبين في الدم. يبقى أنا أعرف أستعمل إيه على حسب احتياجاتي. ممكن دي الحلل اللي بتبقى على البوتاجاز، ممكن أستعمل في الفرن حاجات فخار، في دلوقتي كمان فخار
ما بيفرقعش على النار، في بورسلين ما بيفرقعش على النار استعمله على النار دايركت، في حلل بايركس، الحاجات دي كلها بتبقى امنه تماما في الاكل، ما عدا ان انا احافظ عليها من ان هي تتكسر او تتخبط جامد، دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تبوظها، غير كده هي بتبقى صحيه وزي الفل. يا رب تكون اللي احنا اتكلمنا عليه فاتكو، وان شاء الله لينا حاجات تانية ونصايح تانية كتير، هنرجع لكم تاني بعد الفاصل. استنى صباح الخير اعزائي المشاهدين، معاكم الدكتور ماجد تونس شارع علاج الجلديه والسمنه. النهارده عايز اتكلم على موضوع مهم قوي، طائفه كبيره قوي من الشباب خصوصا اللي بيروحوا جيم ويتعاملوا مع الجيم عشان يربوا عضلات ويعملوا بودي بيلدينج، وفي نفس الوقت يستفيدوا اذا يكبر اكبر حجم من العضلات، وفي نفس الوقت ما يكونش دهون. ان كتير قوي في خطا طبعا من الاخطاء اللي بيعملوها الرياضيين، ان جايز اللي بيتابعوا طبيا ومفروض ده عضو من اعضاء الجسم لازم يتابعوا طبيب متخصص يا جماعه، يعني تكوين عضلات او تكسير دهون في نفس الوقت، يعني ربي كتله عضليه جيده جدا باساس علمي وصحي وطبي، وكسر الدهون اللي في الجسم خصوصا لما يكون واحد وزنه زياده، يعني في دهون زياده وعايز يروح الجيم، يربي كتله عضليه جيده جدا ويكسر الدهون. فلازم يبقى في المنظومه ديت تحت اشراف طبي وليس تحت اشراف التريننج او المدرب او من خلال النت او من خلال الانظمه اللي بيلاقوها على النت الرياضيين والكلام ده كله. يعني دي خلايا موجوده في الجسم، الجسم ده مرتبط بالعلم باطباء، يعني زي ما يكون في مشاكل في العظام بيروح ايه؟ اسمه ده دكتور عظام، مشاكل في الجلديه او عايز يحسن جلده بيروح دكتور جلديه، يعني في تخصصات دلوقتي بالنسبه للكتله العضليه وتكسير الدهون. وطبعا كشغلنا كدكتور ماجد زيتون وشركه برو ام طبعا بالتعاون معاها بالمنتجات اللي بنشتغل بيها، ازاي نضيف ونساعد الناس اللي بيربوا عضلات ويكسروا في نفس الوقت باحسن استفاده واحسن عن طريقه اسلوب علمي ومتخصص، ويكون في نوع من انواع الامور تبقى ماشيه سلسه. تمام، هي مشكله بس دايما الرياضيين، ان طبعا مفهوم طبعا الرياضيين بياخدوا نسبه اعلى من البروتينات معايا في اكلهم، تمام، بتوصل حوالي من 1.7 ل 2 جرام لكل كيلو جرام من وزنه، بس هو طبعا هو بياخد البروتينات ساعات بكميات كبيره قوي لا متمثله، بياكل لحوم زياده، فراخ، اسماك، بيض، معايا بياخد حاجه اسمها وي بروتين اللي هو عباره عن البروتين المجفف اللي هو بيتباع في اسمه الصيدليات اللي هو يكون كتله عضليه، هو عباره عن شرش اللبن مع اضافات لامينو اسيد عشان يربي كتله عضليه، وفي بيحط فيه فليفر. وطبعا هو مرتبط برضه في نقطه قوي مع الرياضيين للناس بتعرفها، ان هو طالما اكل بروتينات كتير عشان يربي كتله عضليه، عشان حاجه اسمها البروتين والكالسيوم عشان يربي كتله عضليه، بياخد نسبه كربوهيدرات عاليه جدا معايا، يعني حتى ممكن اول مدرب يقول له كتله ايه، ياخد ايه كميه كربوهيدرات زي رز زياده وعيش والكلام ده كله، عشان في تكوين ماده اسمها كلايكوجين، يعني الكربوهيدرات بتحول لسكر والسكر يتحول لماده كلايكوجين، دي بتخزن في كتله عضليه بحيث ما يعمل ستريس على العضله الكلايكوجين يرجع تاني سكر يدي طاقه للايه للالياف العضله انها تاخد الايه الايفورت بتاعتها او اسمه ده المجهود بتاعها. وبياكل بروتين كتير معايا عشان يربي كتله عضليه، كان البروتين ده اساسه الامينو اسيدز والكالسيوم، كل ده كلام جميل بس لازم يكون تحت اشراف طبي. يعني لو زود كميه البروتين بنسبه عاليه جدا ايه المخاطر ممكن يقابلها مع الوي بروتين؟ هيخلي الدم حامضي، البروتينات بتخلي الدم اسيدك، ودايما طبيعه الدم يكون لازم يكون الكلاين، يعني لازم يكون ايه قلوي، ان اعضاء الجسم كلها واهمهم الكلى بتشتغل في وسط قلوي، فكميه البروتين اللي بياكلها، والجسم على فكره ما بيستفدش الا من 1 جرام من ايه، ما بيستفدش الا 1% بس من البروتين اللي بياكله، وكله بيحصل له اكسكريشن عن طريق الكلى، فبيتاثر على الكلى من كميه البروتينات اللي بياكلها كتير من اللحوم والفراخ والوي بروتين والكلام ده كله، ويكون ممكن حصاوي في الكلى، ممكن ياثر على الكبد، تمام، بيخلي الدم حامضي، لو الدم حامضي الجسم بيطلع كالسيوم من العظم والعضلات عشان يعادل حموضه الدم، فبيخش في مشاكل عضويه هو مش واخد باله منها من كميه البروتينات اللي بياخدها. ولو اكل كميه كربوهيدرات بناء برضو على كلام المدرب بتاعه، كلام من ناحيه اللي هو في ظاهره الصح وباطنه الباطل، ان لو اكل كميه كربوهيدرات كتيره طبعا هو محتاج الكربوهيدرات بس برضو بنسب معقوله، ان الكربوهيدرات الزياده هتكون ايه دهون، فتلاقي اللي بيروح الجيم ممكن يربي كتله عضليه وكميه الدهون ايه عماله تزيد. فاحنا بنساعد المرضى دولت بتخصصاتنا احنا
في علاج اسمه ده في كمنظومه التغذيه الرياضيه او التغذيه العلاجيه او التغذيه الرياضيه تحت اشراف طبي، وفي نفس الوقت بنضيف كمنتجات معايا مع التعاون مع شركه برو ام مع مركز الدكتور ماجد زيتون اللي هو حاجه زي جرين فيت. الجرين فيت دوت مفروض من المشروبات اللي بيتزود الحرق 300 كالوري، هو عباره عن جرين تي اكستراكت تركيزه عالي جدا، هو مشروب فرنساوي وترخيص وزاره الصحه تمام، بيزود الحرق 300 كالوري، فانا ما ازود الحرق الرياضيين 300 كالوري يبقى بقلل من ترسيب كميه الدهون الناتج عن اكل الكربوهيدرات كتير، ان هو قلنا دايما الرياضيين بياكل بروتينات مع كربوهيدرات كتير، يعني يقول له مثلا ايه خد موز باللبن، ياكل مثلا طبق مكرونه اربع ترغيفه مع اكل البروتين، فكله هيتحول لايه؟ سعرات زياده لايه؟ لدهون. بيربي كميه عضلات بس في دهون بتزيد، فشكل الجسم برده مبقاش متناسق ان هو عايز يحرق الدهون. فبندي الجرين فيت كمشروب ناجح جدا بيحرق 300 كالوري في اليوم، فانا يهمني قوي بمشروب الجرين فيت اللي هو عباره عن جرين تي اكستراكت وتركيزه 80 كوبايه من الشاي الاخضر، يعني الكوبايه من الجرين فيت بتركيزه عالي كمشروب ناجح فرنساوي جدا معايا كاكستراكت من الشاي الاخضر ب 80 كوبايه شاي الاخضر. اهم نقطه فيه ان هو انتي اوكسيدنت، كمان انتي اوكسيدنت بيمنع اكسده الكوليسترول على جدار الشرايين، عشان في معلومه علميه لازم تعرفوها ان الكوليسترول لازم يتاكسد لو حتى نسبته عاليه وعشان يترسب على جدار الشرايين، حتى لو الكوليسترول عالي في الدم وما تاكسكش ما حصلوش اكسده او اكسوديشن نتيجه تاثير مشروب الجرين فيت، فطالما ما تاكسدش مش هيترسب على جدار الشرايين. واهم من كده الجرين فيت ده مهم قوي كمشروب بيخلص كانتي التوكسنز. طبعا اكل اليوريك اكل البروتين بنسبه كبيره جدا بالنسبه للناس الرياضيين، ففي كميه توكسنز كتيره جدا بتبقى تاثيرها السلبي قلنا على الكلى ويعمل حصاوي ويخلي اليوريك اسيد يعلى ويزود نسبه كوليسترول، وفي نفس الوقت ليه تاثير سلبي على الكبد. فمشروب الجرين فيت كسترونج انتي اوكسيدنت بيطلع كل السموم الناتجه عن اكل البروتينز والكربوهيدرات الزياده، فاصبح مشروب ناجح جدا بنساعد بيه الرياضيين معايا ان يزود الحرق 300 كالوري فيحرق كميه الدهون اللي بتجو نتيجه اكل كربوهيدرات، بينظف كل اسمه ده الكلى والكبد من التوكسنز الناتجه عن اكل البروتين الزياده تمام وتاثيره السلبي، بيقلل من امتصاص الكوليسترول كمان او اكسده الكوليسترول فبالتالي ما بتاثرش على الشرايين. وكمان بنتكلم على منتج برده من شركه برو ام مع التعاون مع مراكز الدكتور ماجد زيتون اللي هو الجرين هاسك. الجرين هاسك دي حاجه اسمها ثليم هاسك مع الياف التوت مع ماده اسمها ال كارنتين اللي بزود حد وماده ثانيه مهمه جدا اسمها جارسينيا كامبوجيا، كل ده موجوده في الفايبرز بتاعت الجرين هاسك. الجارسينيا كامبوجيا من الحاجات اللي فيها حاجه اسمها نبات زي الكيوي كده ماده اسمها الهيدروكسي سيتريك اسيد بيمنع تكوين الدهون، يبقى انا كده كرياضي اكلت كربوهيدرات منعت من تكوين الدهون بسبب الجارسينيا كامبوجيا الموجوده في الجرين هاوس. ال كارنتين معروف طبعا الرياضيين اللي بيرفع معدلات ايه الحرق، وفي نفس الوقت الالياف ديت لما باخدها في المعده بتتحول لماده جيلاتينيه بتقلل من امتصاص الكوليسترول والبروتين الزياده في الامعاء، فبالتالي وفي نفس الوقت الالياف دي بتخلص من كل التوكسنز عن طريق الجهاز الهضمي، فبالتالي اي رواسب نتيجه اكلات زياده البروتين الزياده مع الكربوهيدرات اللي ممكن يتحول لدهون او يزود اليوريك اسيد مع جرين هاسك مع جرين فيت كجرين فيت كمشروب ناجح جدا يزود الحرق قلنا 300 كالوري مضاد للاكسده يطلع كل التوكسنز اللي موجوده في الكبد وفي الكلى ويغسل الجسم من السموم اللي فيه، وفي نفس الوقت بيزود الحرق يعني يكسر الدهون كمان بالنسبه للرياضيين اللي عندهم نسبه دهون، مع الجرين هاسك كالياف سيليم هاسك مع الياف التوت ومعروف الياف كان مضاد للاكسده ويرفع معدلات الحرق تملى المعده تقلل من امتصاص الكوليسترول والسكر الزياده الناتج عن اكل الكربوهيدرات، ان يعني دايما الالياف حتى دايما دكاتره الاخصائيين اللي هو في التغذيه يقول لك كل الالياف المعقده بتقلل من امتصاص الكوليسترول اللي عنده كوليسترول عالي اللي بيقلل من امتصاص السكر معايا اللي عنده سكر عالي معايا فبيظبط درجات السكر بتمنع في نفس الوقت بتنظف القولون من كل السموم اللي فيه وتغسل الجسم من السموم اللي موجوده في القولون، واكتر سموم موجوده فين؟ في القولون معايا اللي هي بتمتص جسمها، فبالتالي لو السموم دي زياده قوي في القولون تلاقي الانسان عنده نوع من انواع الخمول والكسل نتيجه الرواسب او الفضلات الموجوده على جدار القولون، مع وجود الفضلات اللي موجود اللي هي ماده السيليم هاسك انها تمسح ماده قاشطه لكل الفضلات الموجوده في جدار القولون فبغسل القولون تماما من كل الفضلات اللي فيه ومن كل التوكسنز اللي فيه. فكده بنتكلم على مشروب ناجح جدا زي الجرين فيت مع الجرين هاسك كالياف
ان هو يقدر فعلا الناس الرياضيين يتعاملوا معاه مع الاكل البروتين اللي بياكلوه مع اكل الكربوهيدرات، يبقى مش هيحصل زياده في الوزن، مش هزود كوليسترول، هيخس في نفس الوقت ويكسر الدهون ويعيشوا حياه صحيه سليمه. وزي ما بقول دايما التعامل الرياضيين مع دكاتره اخصائيين في التغذيه، ان الدكتور هو الوحيد اللي يقدر يديله المنظومه الغذائيه اللي ناجحه جدا الرياضيين، يديله العلاج المناسب اللي يزود الحرق عنده وما يكونش دهون ويكون الكتله العضليه بدون اي مضاعفات بدون اي مشاكل. والكلام ده ينفع برضه للناس غير الرياضيين. وطبعا مع التعاون مع شركه برو ام ربنا وفي خصم 50% مع مراكز الدكتور ماجد زيتون، ان شاء الله يكون لينا دايما اي معلومه طبعا اضيفها لكم لصحه وصحه الناس كلها يا رب. رجعنا من جديد، مشرفنا دلوقتي دكتور شادي يوسف مدير مبيعات شركة برو ام، هيكلمنا النهاردة عن الأسباب اللي بتخلي منظومة شركة جرينز ومنتجاتها تدي نتائج مذهلة. دكتور شادي ازيك؟ أهلا بك يا إيه. وريتني انت صور قبل الحلقة، نتائج ما شاء الله يعني رائعة وأكثر من رائعة في وقت قصير، ايه سبب تميز المنتجات بتاعتكم؟ هو التميز في المنظومة بتاعتنا انها منظومة متكاملة ما بين منظومة علاجية، منظومة غذائية، المتابعة مع الفريق الطبي. الصور هنعرضها في آخر الحلقة عشان المشاهدين السادة المشاهدين يشوفوا الحالات نزلت قد إيه وفي وقت قد إيه والاختلاف الكبير ما بين نوعية الحالات اللي بنتعامل معاها. الثلاث نقط اللي كانت مع حضرتك فيهم اللي هو التميز في المنظومة الغذائية، إن الحالة اللي بتتصل بينا بنقدر اللي بيستقبل المكالمه فريق طبي متخصص فبيقدر يحدد نظام غذائي مناسب للحاله، لان النظام الغذائي ما ينفعش يبقى ثابت لكل الحالات طبعًا. لان في اطفال، في سن مراهقه، في كبار سن، في الفئه العمريه المتوسطه اللي هي من 28 لغايه 40، في اختلاف تاني بيواجهنا برضه مع الحالات ما بين الست والراجل، الست اللي فترة حمل، لان في حالات كتير بتبقى حوامل وصل وزنها زادت 12 13 14 كيلو، لان فترة الحمل خصوصا عند السيدات المفروض زيادة الوزن تبقى من 6 ل 12 كيلو. وده ما بيحصلش طبعا، ده ما بيحصلش، فلازم برضو يبقى ليها نظام غذائي. احنا بنشتغل مع حالات كتير حوامل، السيدات فترة الرضاعة، الرجالة اللايف ستايل بتاعهم ما فيهوش حركة كتير، البعض الرجال اللايف ستايل بتاعهم فيه حركه كتير بس مواعيد الاكل مش متظبطه. فكل الفئات دي انا لازم اتعامل معاهم بمنظومه غذائيه متخصصه، لان النظام الغذائي بيتفصل على الحاله، حاجه تصلح لكل حاله، لكل حاله، لانهم كلهم مش زي بعض. ده بالنسبه للمنظومه الغذائيه. المنظومه الغذائيه، المنظومه العلاجيه اللي بيميزنا في المنظومه العلاجيه انها منظومه متكامله، متكامله بمعنى ان انا اي حد عنده وزن زياده ومحتاج يخسره اللي بيبقى يا اما زياده شهيه مفتوحه او معدلات حرق مش مظبوطه، وكل ده بيندرج معاه دايما حالات السمنه الموضعيه، لان يعني ما فيش حد وزنه زياده وما عندوش سمنه موضعيه. صح. المنظومه بتاعتنا متكامله هنا علشان موجود الادويه او المنتجات اللي بتتعامل مع كل المحاور دي. يعني مثلا الشخص اللي بياكل كتير، انا بستخدم معاه الجرين هاسك. الجرين هاسك ده انا بستخدمه مع معظم الحالات لسد الشهيه، لان معظم الحالات يعني بنسبه 80% بيبقى عندهم نهم، بيحب الاكل او بيحب نوعيات معينه من الاكل وبياكل منها كميات كبيره. صح. اكتر من المسموح ليه عشان يزيد في الوزن. بالظبط كده، الجرين هاسك انا بستخدمه لسد الشهيه، سد الشهيه بطريقه امنه، لان الجرين هاسك عباره عن بسيليوم هاسك. ده عباره عن الياف بندوبها في نص كوبايه ميه، الياف طبيعيه، الياف طبيعيه، البسيليوم الياف البسيليوم دي الياف طبيعيه نباتيه المصدر، بتدوب في نص كوبايه ميه وتتشرب مباشره بعديها كوبايتين ميه. الالياف بتاعت البسيليوم بتزيد في الحجم، بتملى المعده، بتملى 80% من حيز المعدة. يعني الكمية الأكل اللي البيشنت هياكلها أو الحالة هتاكلها هتقل طبعا، هتقل بنسبة 80%. فأنا عالجت جزئية سد الشهية. صح.
لان الاكل لو بقى كتير ونسب مش محسوبه البيشنت هيبوظ، يعني الوزن هيزيد والنظام الغذائي كمان هيبوظ. يعني كانك عملت له بالون جوه معدته ينفش ما يخلوش ياكل كتير. بالظبط، هو بالون معده مؤقت من 8 ل 12 ساعه. علشان كده كمان احنا بنقول لو وزنه فوق ال 90 او ال 95 ياخد اتنين علشان معدته تبقى اكبر. بالظبط، دي الشريحه الثانيه بقى، الوزن فوق ال 90 بيبقى حجم المعده اكبر. بالظبط، فانا بحتاج، ودي برضو من المرونه في استخدام المنتج، ان انا هقدر استخدم منه الضعف، يعني استخدم 2 ساشت في نص كوبايه ميه عشان املى الحيز الاكبر اللي موجود اللي موجود في المعده. بالظبط كده، فانا كده سيطرت على شهيه العيان بالجرين هاسك. الجرين هاسك موجود معاه كمان، موجود جوه الساشت، موجود الجارسينيا كفات بلوكر عشان امنع تكوين الدهون مره تانية، موجود الكارنيتين اللي بياخد الدهون المختزنه. طبعا الجسم لما ما بتوصلش السعرات الحراريه اللي متعود عليها بيبقى محتاج سعرات حراريه، فيبدا ياخد من الدهون المختزنه في الجسم عشان يحرقها. الكارنيتين هو اللي بينقل الدهون دي لبيوت الطاقه او مصانع الطاقه في الجسم علشان يحولها لطاقه يستفاد منها. ممتاز. موجود الكروم، وده مهم جدا في اي منتج لسد الشهيه، وده اللي بيميز الجرين هاسك. الكروميوم بيشتغل على معدلات الجلوكوز في الدم، لان دي اول نقطه اي حد بيمشي على نظام غذائي بيتاثر بيها. بيبدا نوعيات الاكل بتاعته بتختلف، الكميات بتختلف، وانا بسد له شهيته بالجرين هاسك فيبدا السكر اللي في دمه بيبدا يقل. عشان كده في ناس بتدوخ، في ناس بيجيلها صداع، يحس بدوخه، يحس بهمدان، يحس بصداع، يحس ان هو مش متزن. كل ده لما بيحصل ما بيخليهوش يكمل. بالظبط، لكن انا بالجرين هاسك والكروميوم الموجود فيه بيظبط الجلوكوز في المستوى الطبيعي في الدم. ممتاز. فما يحسش باي تاثير على ما بيحسش ان هو بياكلش، كانه واكل. كانه واكل، بالظبط، كانه واكل. دي اول نقطه اللي هي سد الشهيه. النقطه الثانيه معدلات الحرق. معدلات الحرق مشكلتها مع معظم الناس الفترات السنه، يعني في الصيف معدل الحرق غير في الشتاء. طريقه الاكل، مواعيد الاكل، يعني اللي بياكل مره واحده في اليوم بالليل معدلات حرقه بتبقى اقل ما يمكن، لانه المعده ما بتستقبلش اكل. بالزبط. فبيبدا الجسم لما بيوصل له اكل بيخزنه، لانه مش عارف الوجبه اللي جايه دي امتى. عشان كده انا كنت بتكلم مع حضرتك في المنظومه الغذائيه كمان، لان بنظم مواعيد اكل. مواعيد الاكل لما بتتنظم الجسم بيبدا يحفظ الوجبات تجيله كل وقت قد ايه، فبتجي يحرقها صح، يبدا يحرق باستمرار، يبدا معدلات الحرق تزيد. بالظبط. وعلشان اساعد على زياده معدلات الحرق بستخدم الجرين فات. الجرين فات عباره عن مستخلص شاي اخضر. مستخلص شاي اخضر يعني تركيز عالي، يعني شاي اخضر مركز. شاي أخضر العادي. بالظبط كده، تركيزه 80 ضعف اي شاي اخضر موجود في السوق. باستخدام الجرين فات لمده 10 ايام يضاء باستمرار مرتين في اليوم يضاعف معدلات الحرق 30 ضعف. حلو قوي. يبقى انا بشتغل على معدلات الحرق بطريقتين، المنظومه الغذائيه او النظام الغذائي اللي هيمشي عليه اللي بيتلقى فيه عدد وجبات كتير وسناكس علشان يبقى دايما الحرق في جسمه شغال، وبساعد ده بالجرين فيت. الجرين فيت الباكت الواحد استخدامه، احنا بنعمله زي الشاي بالظبط في ميه عمليه. استخدام الباكت الواحد مره واحده في اليوم ده كاني حلقت 300 كالوري. 300 كالوري كاني مارست رياضه جري 20 ساعه او مشي ساعه. حلو قوي. فانا كده اشتغلت على معدلات 20 الحرق. دقيقه بقى. سوري 20 دقيقه. تمام. فالجرين فات كده بيعلي معدلات الحرق لاعلى ما يمكن. وده بيبقى مفيد للناس اللي ما بتقدرش تتحرك. صح، لان اغلبهم كده. بالظبط، اغلب مرضى السمنه ما بيعرفوش يتحركوا عشان وزنه الزياده. بالظبط، بيبقى حركته فيها مشكله. فمش هقدر انصحه انه يمارس رياضه. لا طبعا، انا بطلب منه حاجه هو مش يقدر يعملها. بالزبط. فكده هتبقى بدايه الفشل في خساره الوزن. لكن انا لازم اساعده انه ينزل في الوزن علشان بعد كده اقدر اقول له اتحرك، اقدر مارس رياضه، لان كل ما هيخسر وزن هيبدا يتحرك احسن، يبدا معدلات حرقه تبقى احسن، اللايف ستايل بتاعه كله هيتغير. بالظبط. الجرين فيت كمان الشاي الاخضر معروف ان ليه فوائد تانية كتير غير زياده معدلات الحرق. هو مضاد للاكسده قوي، يعني بيعمل وقايه للاورده والشرايين، ان الكوليسترول يترسب على الجدران بتاعتها وتسبب بقى الجلطات وضيق الشرايين والقصه دي. بيزود المناعه، بيحسن الحاله العامه للجسم كمضاد قوي للاكسده، يعني تلاقي حاله الشعر والضوافر والبشره اتحسنت باستخدام الجرين فيت. بنستخدمه مرتين في اليوم
وما فيهوش كافيين. ما فيهوش كافيين، ودي اهم نقطة. دي اهم نقطه دي اهم نقطة طبعا، علشان مرضى الضغط صح. الكافيين لو هيتلقى كافيين كميات كبيره هيزود الضغط بتاعه صح. فانا الجرين فيت ما فيهوش كافيين. كمان ناس كتير قوي كبار في السن بيعانوا من السمنه، دول ما بيعرفوش يناموا بالليل من الكافيين. طبعا ده بيأثر على اللايف ستايل بتاعه، ان هو عنده يعني لو شرب شاي اخضر او منتج فيه كافيين هيبدا يبقى عنده ارق في النوم. بالظبط. والنوم اللي مش منتظم بيزود السمنة. بيزود الوزن صح. بيزود الوزن صح. لان الفتره بتاعت النوم اللي هي من 9 بالليل لغايه بعد الفجر بساعه، ده اكتر وقت الجروس هرمونز بتطلع. فالنوم الصحي المفيد للجسم اللي هو بيبقى دايما من الساعه 9 لغايه بعد الفجر بساعه، لان يعني ده بيخلي التمثيل الغذائي في جسمه احسن، لان الجروس هرمونز دي لما بتفرز بكميات كافيه بيخلي الجسم يبقى التمثيل الغذائي والهضم والايض بتاع الخلايا احسن بكتير. لان احنا في خساره الوزن انا بحاول اكسر دهون واخلي الجسم يكتسبها في صوره عضلات او خلايا مفيده لجسمه. بالظبط، عشان ما يفقدش عضلاته يترهل ويبقى يخش في مشاكل ثانيه. بالظبط كده، لان هيبقى ليه اثار ثانيه. يعني بالظبط، في ناس كتير يعني وفي وده بيظهر مع حالات اللي بتعمل عمليات. حضرتك بتلاقي الوزن نزل فجاه بال 40 وبال 50 كيلو، هو فقد الدهون وفقد العضلات وفقد الفيتامينات وفقد المعادن اللي في جسمه، وشعرها بيقع بقى. بالظبط، يعني ده مشكلة. بنخش بقى في العكس تماما اللي هو حالات المال نيوتريشن بقى، اللي هي سوء التغذيه. لان العمليه اللي اتعملت خلت في حاجات كتير قوي ما الجسم ما بقاش يتلقاها ولا بيمتصها. فاحنا بنزود معدلات الحرق بالجرين فيت بشكل امن، اقدر استخدمه مع الكبار كبار السن، استخدمه مع الاطفال ما فيهوش اي مشكله، لان برده ما فيهوش كافيين، وعباره عن شاي اخضر مركز. الجزء الثالث السمنه الموضعيه، وده هو اصعب جزء يا دكتورين، دايما اصعب جزء واخر جزء بينزل السمنه الموضعيه. السمنه الموضعيه دايما مشكله مؤرقه لوزنه زياده او حتى وزنه مثالي. لان السمنه الموضعيه دي بتخضع لعامل وراثي، ان هو في خريطه لتوزيع الدهون في الجسم. الخريطه دي لو فيها لخبطه بيبدا يحصل الشكل اللي مش متناسق. يعني في بعض الحالات بيبقى شور الحالات اللي وزنها كبير جسمها مش متناسق. طبعا. وفي حالات وزنها مش كبير وبرضه جسمها مش متناسق. هنا ده سمنه موضعيه، دهون مختزنه لفترات طويله ما بتنزلش على الميزان. يعني في حالات بتيجي وزنها مثالي بس عنده كرش، عنده دراعات، عنده ارداف. فجزء السمنه الموضعيه ده لازم نشتغل عليه، لان انا النهارده الحاله اللي جايه لي وزنها زياده عندها سمنه موضعيه. فانا لازم اشتغل معاها مع خساره الوزن، ان انا اعمل ريشيبنج للجسم واغير مقاسات الجسم عن طريق الهيلثي سليم. الهيلثي سليم ده عباره عن تركيبة متكاملة من أعشاب كلها طبيعية 100%، أهمها السي ال اي. السي ال اي مادة بتشتغل على الدهون المختزنة جوه الخلايا، يعني الخلية بيبقى مختزن جواها كميات من الدهون أكتر من احتياجها، فيبقى شكلها مختلف. يعني الخلية بيبقى شكلها مختلف مش منتظم. أنا بالسي ال اي ببدأ أكسر الدهون دي فيبدأ شكل الخلايا ينتظم في المناطق المختزن فيها الخلايا. يعني بتكش الخليه نفسها؟ الخليه بالظبط كده، هي بتكش، هي تبقى بالظبط شبه ثمره العنب، وبعد كده تبدا تتحول مع الوقت كانها ثمره زبيب او حبايه زبيب. بتصغر هي بس صغرت. بالظبط، ده ما يفرقش في الوزن، لكن يفرق في المقاسات، في الشكل. يفرق في الشكل والمقاسات. سواء بقى مقاسات الدراع او الوسط او الارداف. دي السي ال اي موجود مع الجارسينيا. الجارسينيا دي تعتبر يعني كي بلاير في اي منتج سمنه او سمنه موضعيه، لان يعني الجارسينيا فات بلوكر، بتمنع تكوين الدهون مره تانية. انا مش عايز اشتغل في اتجاه واي وجبه غلط او لخبطه يومين ثلاثه اربعه تبوظ الدنيا، تخزن لي دهون تاني. لان ممكن ما يزيدش في الوزن، في حالات تثبت وزنها بيثبت وننجح معاها، وتخسر وزنها وزنها يثبت لكن يبدا يحصل تغيير في الشكل. اللي هو الجزء بتاع السمنه الموضعيه اللي هي ما بتفرقش على الميزان لكن تفرق في المقاسات، في الشكل والمقاس. فلازم يبقى موجود معايا الجارسينيا، موجود معايا القرفه، بتزود معدلات الحرق وبتدي طاقه. بالظبط كده، لانها بتظبط مستوى الجلوكوز في السكر، الجلوكوز في الدم. موجود المرمريه وموجود الكراويه، دي بتحسن اداء الامعاء، فبتحسن الاخراج، والاخراج لما بيكون ماشي كويس خساره الوزن بتمشي
كويس. اه طبعا. والكراويه كمان يعتبر عنصر مغذي جدا، بتمد الجسم بفيتامينات ومعادن كتير قوي. بعدين الحاجات دي كلها بتحسن المود، خصوصا في الشتاء والاكتئاب اللي عند الناس من الجو والبرد. بتديني مشروب سخن بيفيدني وبيساعدني ان انا اخس، وبحس ان انا كاني بشرب شاي. ما ده مع الوقت احنا مع المنظومه الغذائيه بنحاول نخلي العيان ينقل مشروباته او يغير مشروباته الدافيه اللي بيشربها ما بين بقى قهوه ونسكافيه وشاي والحاجات اللي فيها الكافيين واللي ممكن تعتبر مش مفيده، ان هو يبدا يستخدم الجرين فات والهيلث سليم بصوره اكبر شويه. بالظبط، علشان يحسن الاداء بتاعه، المود بتاعه، ويحسن حاله جسمه. واستخدامه حتى لو زياده شويه ما يضرش. يعني احنا لما يعني لو استعملته حتى كتير ما يضرنيش، ما يضرنيش. ودي الميزه في المنتجات بتاعتنا، ان هي امنه. انا بحطها بعدد مرات معين في المنظومه الغذائيه، لكن لو العيان زود فيها ما فيش مشكله خالص، ده يبقى احسن، يبقى احسن كتير. يعني ملهاش رد فعل او اثار جانبيه خالص. خالص، احنا بنقول كل منتج والعناصر اللي موجوده فيه، وبنشرح كل اللي موجود، ودي يعني تعتبر معلومات عاديه معروفه، يعني ما عنديش اي عنصر موجود مضر وانا مخبيه. انا بشرح المنتج بكل وضوح. وكل المنتجات بتاعتنا بالمناسبه خاضعه للمواصفات القياسيه المصريه لتصريح وزاره الصحه، فالمنتجات امنه 100%. وده اللي بيمكننا طبعا نشتغل على شرايح كتير. يعني لو الصور بتاعت الحالات تنزل، هتنزل دلوقتي، هينزلوها. دي مجموعه من الحالات اللي استخدمت المنظومه بتاعتنا، شرايح سنيه مختلفه، ستات ورجاله، فيهم طفل. خساره الوزن عندهم من خمسه للحالات كده، في حالات خسرت 25، في 30، في 35، في 45 كيلو. دوات قد ايه بقى يا دكتور؟ في حالات خسرت ال 25 كيلو في شهرين، و 45 كيلو ده في 3 شهور. يعني انا الماكسيمم بتاعي 3 شهور. وعندي كورسات مكثفه للي عايز ينزل في شهر واحد عدد كيلوات، بس طبعا ما يكونش كبير قوي. لان في بعض الحالات بتيجي تتصل، انا عندي مناسبه كمان شهر ومحتاج اخسر 7 8 10 كيلو. عندي كورسات مكثفه بقدر اخسره ال 10 كيلو دول في شهر واحد. وزي حضرتك شايفه الحالات اللي معروضه على الشاشه، خسرت وزنها، حاله وشكل الجسم بقى احسن كتير، منتظم وشكله مميز. يعني الريشيبنج والمقاسات كمان محافظ عليها، ان شكل جسمه بيتغير، يعني مش مجرد نزل وزن بس، مفيش ترهل، مفيش تساقط شعر، مفيش تجاعيد ظهرت في الوش. انا المنظومه بتاعتي تنزل الحالات بامان وبسهوله، وبحافظ على صحته وبخليها لايف ستايل بالنسبه له. علشان يستمر عليها عمره كله، ما يرجعش بقى يزيد بعد كده. اكيد طبعا. الحالات بتصوروها بيفور اند افتر. بالظبط. ولو هي عايزه حاجات مكثفه، في كورسات مكثفه. التواصل طبعا بيبقى عن طريق صفحه جرينز على الفيسبوك، والتليفونات اللي ظاهره على الشاشه. المبيعات عندكم عن طريق ارقام التليفون اللي موجوده على صفحه الفيسبوك، ارقام التليفون اللي بتظهر على الشاشه دلوقتي واللي موجوده على الفيسبوك، او حتى بيبعت لنا مسج على الصفحه، وحد من الفريق الطبي بيتواصل معاه مباشره. ودي بقى النقطه الاخيره اللي عندنا في المنظومه، المتابعه. الحاله لو سبناه، اديناه نظام غذائي شهر وادويه تكفيه شهر وسبناه كده، ممكن يحصل اي خطا. يعني مثلا يلخبط، يزهق، يلاقي نفسه في خلال اسبوع ما نزلش الا كيلو واحد. هيبدا يتسرب له بقى نوع من انواع الياس، او يبدا يدبرس. صح. يبدا يزهق، يبدا يخرج بره المنظومه. لكن احنا بنحافظ على ان كل الحالات اللي متابعه معانا ان تراك، يعني اون تراك على المنظومه، ان هي المتابعه الاسبوعيه. ومش مجرد يعني بنكلمهم اسبوعيا، احنا بنكلمهم اسبوعيا، نشوف ميزان الاسبوع اللي فات والاسبوع اللي وصل والاسبوع ده كام، ونشوف نزلنا قد ايه في خلال الاسبوع دوت. وفي نفس الوقت بيبقى متاحين ان هو يتصل بينا في اي وقت لو حصلت لخبطه، نسي جرعه من الدواء، لخبط في وجبه. في بعض الحالات بتيجي بعد اسبوعين زهق من المنظومه الغذائيه او من طريقه الاكل. وده طبيعي، لان الناس متعوده على كميات اكل كبيره وعلى لايف ستايل معين. نفسيا حتى نفسيا بنقدر نشوف هل مسموح نديله يوم فري دلوقتي ولا لسه شويه، ولا نديله وجبه بس فري. احنا موجودين علشان نساعد الحاله تخسر الوزن من غير ما تزهق، من غير ما يحصل لها اي نوع من انواع الضرر، ويستمر معانا ويثبت على اللايف ستايل ده لبقيه حياته.
طب يا دكتور، قبل ما اختم كنت عايزه نصيحه مع الادويه. يعني انا باخد المنتجات دي كلها منتجات طبيه طبيعيه، مصادرها طبيعيه نباتيه، ما فيش منها اي اثار جانبيه. ايه اللي هيخليني التزم فعلا واكمل، غير المتابعه مثلا منكم؟ ان انتوا بتقولوا انكم بتتابعوا فعلا كل اسبوع وبتكلموا العيانين وبتديهم نظام غذائي، دي حاجه ممتازه جدا. عايزه نصيحه كده للساده المشاهدين يعملوها مع الحاجات اللي بياخدوها. انا نصيحتي لاي حد عايز يخسر وزنه، يفطر بدري قبل الساعه 10، يشرب ميه كتير خلال اليوم، يحاول ياخد اكبر عدد من الساعات نوم في الوقت اللي هو من 10 او من 9 لغايه بعد الفجر بساعه. دي حاجه ممتازه، ومش بس بقى هي دي للدايت، دي للحياه كلها، لللايف ستايل بتاع حياتنا. بالظبط، النصيحه دي ناجحه تماما. شرفتني يا دكتور، سعيده بوجودك معانا. هنروح دلوقتي الفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد، هنعمل وصفة حلوة قوي بناكلها في المطاعم، ولادنا كلهم بيحبوها وسهلة جدا. انا هعمل تشيكن كاري او كاري بالفراخ، مقادير سهلة، وهنعملها بطريقة صحية بحيث ما يبقاش فيها اي سعرات زيادة. مقادير بتاعتي ايه؟ هستعمل نص كيلو صدور فراخ مكعبات مسلوقة، مكعبات، بصوا انا هنا سلقاها، لازم طبعا تقطعيها اكبر من كده علشان تبقى هتكش معاكي. اربع فصوص توم، بصلايه مبشوره، رش معلقه كبيره كاري، رشه دقيق، نص كوبايه حليب خالي الدسم، عصير ليمونه، معلقه كبيره سكر دايت، ونص كوبايه خضار مسلوقه. انا هنا مستعمله بسله وبطاطس عشان ده اللي دايما بنستعمله في الكاري، ممكن تغيريه بقى بكوسه، فاصوليا خضراء، اي حاجه سعراتها اقل، بس انا هنا علشان هقدمه من غير اي حاجه. بس انت لو هتقدمي جنبي رز مسلوق ما ينفعش تحط معاه بطاطس وبسله، ساعتها هنحط خضار، بروكلي، كوسه، اللي هي الحاجات اللي سعراتها اقل وما فيهاش نشا. الاثنين دول فيهم نشا كربوهيدرات يعني، فانا مش هستعمل رز جنب الكاري، هاكله كاني باكل شوربه خضار. لكن لو انا هستعمل مع رز مسلوق هلغي البطاطس والبسله، وزي ما قلت لك استعملي اي خضار سهل ان انت تتعاملي معاه. ممكن تجي لي يا منى بليز. هنعمل ايه؟ هحط البصل والثوم الاول وهقلبه نار هاديه، حله ما بتلزقش، وتقليب سريع. ليه؟ علشان انا مش هستعمل اي زيت او سمنه او اي حاجه خالص فيه، بحيث اول ما البصله تبتدي تشرب الميه بتاعتها يكون البصل استوى معايا. اوكي، اهي بتتقلب كده. بعد ما احس ان هو خلاص ابتدى يتحمر البصل والثوم، هحط حاجتين، رشه دقيق لو انا عايزاها، لو انا هستعمله خصوصا مع رز لازم احط رشه دقيق بسيطه علشان يبقى الصوص تخين معايا، لو انا هشربه زي كانه شوربه خضار مش هحط رشه الدقيق. وهحط معلقه الكاري بحيث تتحمص شويه مع البصله والثوم، بحيث يبقى ليها ريحه، ريحتها تطلع معايا. بعد كده اهو، بصوا هي وصفه سهله جدا، انت لو حضرتي الحاجات بتاعتها الوصفه سهله جدا ومش هتاخد معاكي وقت. هحط، انا هستعمل مرقه، ممكن تستعملي مرقه خضار، ممكن تستعملي مرقه منزوعه الدسم، هقول لكم دلوقتي احنا ممكن ننزع الدسم بتاع المرقه ازاي. وادي اللبن الخالي الدسم، وهحط هنا اهو الليمون، وما تستغربيش الليمون في الكاري بيدي طعم حلو قوي، وسكر، وبخليه يغلي مع الفراخ. الفراخ ما تسلقيهاش قوي علشان ما تبقاش مهريه. وادي شويه البسله والبطاطس، زي ما قلنا ما تسلقيش الحاجه قوي علشان يغلوا غلوتين مع الكاري. هو بصي هنا لسه لونه فاتح علشان ما ابتداش يغلي ويعقد. هنغطيها، هغليه 10 دقايق وبعد كده بقدمه، مفيش اسهل من كده.
عايزه اقول لكم ازاي ننزع الدسم بتاع الشوربه. الشوربه اسهل طريقه لنزع الدسم عنها ان انا بحطها في الثلاجه واستعملها تاني يوم. تاني يوم هتلاقي طبقه من الدهون فوقيها بتتشال، الطبقه دي تماما، دي اسهل حاجه. طيب انت لو حاسه انها برضو لسه ستيل دسمه هعمل ايه؟ ورق المطبخ التخين ده هتعملي كده و هنمرره على الشوربه من فوق، هيسحب معاه كل الدهون اللي طالعه فوق الشوربه، اوكي؟ يعني لو انا مستعجله مش لاحقه احط الشوربه في الثلاجه لتاني يوم عايزه اعملها النهارده، ممكن اعمل كده ان انا الشوربه اخليها بس تبرد، ما ينفعش وهي سخنه، واروح حاطه ورقه الكلينكس دي بسرعه عليها، افضل اعمل كده لغايه لما اسحب كل الدهون اللي على وش الشوربه علشان اقدر استعملها. ممكن استعمل طبعا مرقة خضار، ممكن استعمل مية بس طبعا ما بيبقاش طعمها حلو، يعني لما بستعمل شوربة بيبقى طعمها أحلى كتير معايا. الكاري ده زي ما قلت لكم لو أنا حاطة فيه دقيق بيبقى الصوص تخين شوية، فبقدر أقدمه مع الرز. ده شكله بعد ما بيخلص اللي هي الخضار فيه، وشايفين باسمك حتى لو هو كشوربة بيبقى أتقل. أو بقدمه مع رز مسلوق، ورز بسلقه زي ما قلنا زي المكرونه، بسلقه في ميه غزيره فيها ملح ونقطه زيت، وممكن ما احطش الزيت خالص خصوصا لو الرز بسمتي. طيب هتشبعني الحكايه دي؟ هتشبعني جدا. طب لو انا باكل كتير والدنيا شتا وعايزه اشبع كويس هعمل ايه؟ هاخد الجرين هاسك. ايه الجرين هاسك ده؟ ده الياف طبيعيه تماما اهي. الالياف دي بدوبها في نص كوبايه ميه، نص كوبايه ميه بحطها عليها، بيبقى عامل بالظبط زي عصير التوت اهو، ريحته وطعمه وشكله زي عصير التوت، وبشربه كاني بشرب عصير توت. بيعمل ايه ده؟ بشربه وبشرب وراه كوبايتين ميه. احنا لو سبناه كده شويه صغيرين هتلاقيه تقل تقل تخن، الالياف بتشرب الميه وبتنفش، ده اللي هيحصل في المعده عندي، يعني الالياف هتتقل وهتنفش تملى المعده كاني حاطه بالون في المعده عندي، كاني في بالونه منفوخه في المعده علشان ما اكلش كتير، بتملى حجم المعده عندي. لو انا وزني فوق 90 كيلو باخد اتنين، يعني بحط اتنين باكت من الجرين هاسك ده، بحط اتنين في الميه وبشربهم علشان يبقى الفايبرز اللي هي الالياف بتملى اكتر، بحيث المعده كلها تتملي من الجرين هاسك ده. وباخده قبل الاكل بنص ساعه، نص ساعه دي كافيه ان هو يملى لي المعده عندي تماما ويسيبني جعانه، حتى لو انا قدامي اكل ايه مش هبقى قادره اكله. يعني فانا معدتي مليانه والاكل سعراته قليله اكيد مش هقدر اكل، والسعرات قليله فهخس. طيب حاجة تانية بعد ما اكل، لو انا مثلا اكلت او لخبطت او اي حاجة، عندي الجرين فات. الجرين فات ده زي الشاي بالظبط الاخضر، بس هو اكستراكت يعني مركز للشاي الاخضر، زي باكيت شاي اخضر هو مجازا كده اهو، لكن هو مركز 80 ضعف، يعني كاني شربت 80 كوباية شاي اخضر. احنا طبعا عارفين ان الشاي الاخضر ده مضاد اكسدة قوي، بلس ان هو بيزود الحرق وبيخليكي تخسي، الكلام اللي بنسمعه. بس بنقول بنشرب شاي اخضر كتير ومفيش حاجه بتحصل ما بنخسش، لان ده مركز. وفي الهيلث سلام على فكره، المنتجات دي كلها ممكن تاخدوها من خلال صفحه الفيسبوك بتاعه شركه جرينز، التواصل عن طريق ارقام التليفونات اللي في الصفحه وصفحه الفيسبوك، ممكن تنزلوها لنا. وده السلام، الهيلث سلام برده زي الشاي بيتاخد بعد الاكل. ادي صفحه الفيسبوك بتاعت شركة جرينز اللي ممكن ان احنا نتواصل بيها من خلالها، بنكلمهم او بارقام التليفونات بتاعت الشركة علشان نبتدي ان ناخد الفايبرز دي علشان في الاخر نخس وتبقى الدنيا معانا اسهل كتير. ده بصوا ادي ابتدى يتقل ازاي، ابتدى يتقل معايا، انا عايزة اوريكو ابتدى اهو يتقل اهي، ومبقالناش دقايق. طبعا ده بيتقل في المعده عندك، مش هيتقل وانت بتشربيه، انت اول ما بتدوبيه بتشربيه على طول، لكن هو بصوا ابتدى يتقل ازاي اهي، ابتدى يتكتل ويتقل. ده المنظر اللي هتلاقيه في معدتك، بيبقى فايبرز ماسكه في بعضها،
بتنفش، بتبقى كانك انت مش ساعات بنقول واحنا بناكل مش قادرين ناكل كان في طوبه في معدتي، هو فعلا بيملى معدتك ما بتبقيش عايزه تاكلي خالص تماما. الجرين هاسك ده حاجه ممتازه لو جربناها فعلا فعلا هتدعولي عليها. احنا معانا وقت قد ايه؟ نقول نصيحتين ثلاثه كمان للدايت. طيب احنا معانا دقيقه، مفيش وقت كتير، بس انا عايزه اقول لكم حاجه من خبرتي في الدايت، ان انا خسيت وعملت ريجيم لفتره. ساعات الواحد بيبقى نفسه ياكل حاجه حلوه، خصوصا في الشتاء والبرد بيبقى نفسي اكل حاجه حلوه مجرد احس بسكر. في الحاله دي الجاي الحاجه سكرها يبقى لاذع قوي وفي نفس الوقت سعراتها مش كتيره. انا في حاجتين باخدهم ساعه لما بحتاج حاجه زي كده. اول حاجه الدارك شوكليت، وانا عارفه ان في ناس ما بتحبهاش لان هي بتبقى مره شويه، بس دي بتديني باور، بتديني احساس بالساتسفاكشن اللي هو الرضا، اللي بتزود هرمونات السعاده عندك. ما بتحبهاش، في خيار رائع ان انت تاخديه، عارفه المارينج، المارينج اللي هو بياض البيض المضروب مع سكر، باخد وحدايه وردية صغيرة كده، بتديني سكر طعمه قوي وفي نفس الوقت سعراتها مش كتيرة، مش زي الكيك بقى ومش زي اكل شوكولاتة عادية اللي هي باللبن. دي بتبقى حاجة سريعة ممكن ناكلها نحس بالرضا وبس. والحلقة خلصت للأسف، مفيش عندي وقت زيادة. إن شاء الله أشوفكم بعد كده الأسبوع الجاي، أشوفكم على خير.